سائلة تقول: ما حكم العدسات اللاصقة الملونة التي توضع للزينة فقط؟ نعم، أولا لا بد أن يسأل الأطباء هل إلصاق هذه العدسات في العين يؤثر عليها؟ إن قالوا نعم ولو على المدى البعيد فإن ذلك حرام، لأن كل شيء يضر ببدنك فهو حرام، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا قال الأطباء إن إلصاق هذه العدسات يضر بالعين ولو بعد حين حرام. إذا قالوا إنها لا تضر العين نظرنا، إذا كانت متزوجة ووافق الزوج على ذلك بقي نظر آخر، وإن قال لا أنا لا أريد امرأة تجمل عينها بهذه اللاصقات فلا تفعل. لا تفعل لماذا؟ لحق من؟ لحق الزوج، والناس يختلفون. إذا قال الزوج ما في مال نظرنا هل هذه العدسات تجمل العين لكن لا تخرجها عن طور أعين البشر؟ إذا قالوا نعم قلنا لا بأس، لكن إذا قالوا إنها تخرج العين عن طور أعين البشر، بمعنى أن تجعل عليها لاصقة خضراء، إذا رأيت عين المرأة تقول هذه عين قط. تعرفون عين القط ولا لا؟ ما هو القط؟ البس. البس غلط، الصواب البس بفتح الباء. نعم، واحذر إذا قلت بس في الشاهي أن يظن صاحبك أن بس أقبل. طيب، على كل حال بارك الله فيكم، إذا كانت هذه العدسات اللاصقة تمثل عين حيوان سواء قط أو أرنب أو غير ذلك فهي حرام، حرام، لأن الله فضل البشر على الحيوان، فكيف ينزل بنفسه حتى يشابه الحيوان؟ انظروا إلى القرآن والسنة، متى ورد وصف الإنسان بالحيوان؟ في مقام المدح ولا في مقام الذم؟ نعم، في مقام الذم. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى في وصف النافرين عن الحق: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي من أسد. أما السنة فاسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن لم ترد النصوص في تمثيل الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذنب. فهل يليق بالإنسان أن يحول صورة عينه إلى عين حيوان؟ لا.